اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتلاحظوا معنا احنا متواجدين امام مركب نادي الرجاء البيضاوي الوازيس. كيف ما كتلاحظوا معنا في اللحظات هذه نفات تذاكر مباراة نهائي كأس العرش بين الرجاء البيضاوي ونهضة بركان في هذه اللحظات. طبعا كما لاحظتوا معنا منذ لحظات كان واحد الزحام، كان الزحام للجماهير الرجاويه اللي كانت حاضره هنا بقوه منذ لحظات، ولكن مع الاسف تذاكر ديال المباراه نهائي كاس العرش بين الرجاء البيضاوي ونهضه بركان هاد اللحظات هذه تسالت في ثواني. رجع المكان يعني خاوي من الزحام اللي كان فيه منذ لحظات. طبعا مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا منذ لحظات جماهير الرجاويه اللي كانوا في صدمه جاو باش ياخذوا التذاكر ديالهم، ولكن مع الاسف تلقاو الخبر بانه التذاكر غيتعطاو الاصحاب حاملي بطاقات الاشتراك ديال هذه السنه هذه. طبعا دائما كتكون الاسبقيه للمدرج الجنوبي ومن بعد منها الاسبقيه كذلك لي باقية لحاملي بطاقات الاشتراك ديال هاد السنة هادي، وطبعا ما تبقى كيتوزع على باقي الجماهير، ولكن مع الأسف منذ لحظات بعض الرجاويين يعني الأمل ديالهم تسالى من أجل حضور مباراة الفينال ديال نهائي كأس العرش بين الرجاء ونهضة بركان. طبعا الحال تنفدات يعني تسالوا التذاكر ديال المباراة منذ لحظات كيف ما تبعثوا معنا مشاهدينا الكرام. طبعا بحضور هنايا طبعا كل العناصر الامنيه سواء القوات المساعده او الامن الوطني. يعني كثرة الزحام اللي كان هنايا من امام النادي الرجاء البيضاوي طبعا في الوازيس كان يعني واحد الزحام اللي هو كبير منذ لحظات كيف ما تبعتوا معنا في بث اخر قبل من هذا. دابا في الثواني بضع ثواني رجعت المكان يعني خاوي، داك الزحام كله يعني مشى سير بلاص لانه صافي سدوا الابواب وتسالوا يعني التذاكر ديال مباريات ديال الغد ان شاء الله ديال نهائي كاس العرش اللي غتجمع بين الرجاء البيضاوي ونهضه بركان. طبعا حظ موفق لكلا الفريقين سواء الرجاء البيضاوي او نهضه بركان اللي غتكون ان شاء الله يوم غد مدينه الرباط.
وي هذا الأخوات هنا من الله العالمين. الهدف عندك هو تصور الجيش وداك الشيء ماشي تصور هنايا. نكمل لايف ونجعنا نكمل لايف ونجعنا اي انا كنهضر معاك دابا راني لا لايف مرحبا سالي ونهضر معاك سالي ونجعنا خليك تتسالي انا عطيتك انا كلمه مرحبا عطيتك انا عندك حتى الهدف انك تصور الجمهور تصور تصور الدوره مرحبا سيدي مرحبا كما لاحظتم معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر نفاد تذاكر مباراة نهائي كأس العرش كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام تسالوا تذاكر ديال مباراة أو نهائي كأس العرش بين الرجاء البيضاوي ونهضة بركان في هذه اللحظات بعد ما كان الزحام يعني كبير هنايا في ثواني ولات الدنيا يعني خوات من الزحام. فمشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر على أمل نلتقي بكم بث آخر بحول الله إلى اللقاء.